عشر ما ند إلا 10:30 فمن هذا الباب يعني. يجي الشيخ خالد يجي بدري. اي ما بيعاد يجي يكون كل شيء جاهز. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الحافظ الشهيد بإذن الله ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. وعقد هذا المجلس ليلة الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1440. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قوله تعالى ولكل، أي لكل أحد أو لكل طائفة. وجهة أي جهة، ولم تحذف الواو لأنه ظرف مكان، وقيل إنه مصدر ثبتت فيه الواو على غير قياس. قوله تعالى هو موليها أي موليها وجهه، وقرئ مولاها أي ولاه الله إليها، والمعنى أن الله تعالى جعل لكل أمة قبلة. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحة. قوله تعالى يأتي بكم الله أي يبعثكم من قبوركم. قوله فولي وجهك كرر تأكيدا أو ليناط به ما بعده. لئلا يكون للناس الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس، فإن أريد بالناس اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين. وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به. قوله تعالى إلا الذين ظلموا أي من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة. والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس، ويحتمل الانقطاع على أن يكون استثناء ممن له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة. قوله تعالى ولأتم متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتم، أو معطوف على لئلا يكون. قوله كما أرسلنا متعلق بقوله ولأتم أو بقوله فاذكروني، والأول أظهر. قوله تعالى فاذكروني أذكركم، قال سعيد بن المسيب معناه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك. وقد أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة ولا دليل على التخصيص. وبالجملة
هذه الآية بيان لشرف الذكر، وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب وباللسان وبهما معا. واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة، وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها، فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى. والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: الأول، النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله. قيل: الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما لكان الذاكر الله أفضل منه. الوجه الثاني: أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين اشترط فيه الكثرة، فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا، ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال. الوجه الثالث: أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره، وهي الحضور في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية، فإن الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني، ويقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب الأجور، ومقصد الخاصة القرب والحضور. وما بين المقامين بون بعيد، فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب، وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب. واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة، فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والحوقلة والحسبلة، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار وغير ذلك. ولكل ذكر خاصية وثمرة. فأما التهليل فثمرته التوحيد، أعني التوحيد الخاص، فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن. وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن والرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك، فثمرتها ثلاث مقامات، وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة، فإن المحسن محبوب لا محالة. وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتوفيض إلى الله والثقة بالله. وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك، فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته. وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد، وهو قولنا: الله الله، فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى أن الذكر المفرد هو غاية المنتهى أو إليه المنتهى، هذا فيه نظر. الذكر المفرد لا يفيد معنى عند النحاة، هذا من جهة اللغة، ومن جهة ما ورد لم يرد لا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عن التابعين. غاية المنتهى هو التزام الأذكار الواردة في الكتاب والسنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها. أما الذكر المفرد فهذا من صنيع التصوفة.
أحسن الله عليك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة قد ذكر إن الله مع الصابرين أي بمعونته وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر وكانوا 14 رجلا لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم ولا يخصصها نزولها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء قوله تعالى ولنبلونكم أي نختبركم وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا لأن الله يعلم ما كان وما يكون والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين وقيل لكفار قريش والأول أظهر لقوله بعدها وبشر الصابرين قوله بشيء من الخوف يعني من الأعداء والجوع بالجدب ونقص من الأموال بالخسارة والأنفس بالقتل والثمرات بالجوائح وقيل ذلك كله بسبب الجهاد قوله تعالى إنا لله اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء راجعون تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أخلف الله له خيرا مما أصابه قالت أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من 70 موضعا وذلك لعظمة موقعه في الدين قال بعض العلماء
كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر، فإنه لا يحصر أجره، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة، أولها المحبة، قال: والله يحب الصابرين. والثاني النصرة، قال: إن الله مع الصابرين. والثالث غرفات الجنة، قال: يجزون الغرفة بما صبروا. والرابع الأجر الجزيل، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية، فمنها البشارة، قال: وبشر الصابرين، والصلاة، والرحمة، والهداية، قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والصبر على أربعة أوجه: صبر على البلاء، وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع، وصبر على النعم، وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها، وصبر على الطاعات بالمحافظة والدوام عليها، وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها. وفوق الصبر التسليم، وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة باطنا. وفوق التسليم الرضا بالقضاء، وهو سرور النفس بفعل الله، وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب محبوب. إن الصفا والمروة جبلان صغيران بمكة، من شعائر الله أي معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة. قوله: فلا جناح عليه، إباحة للسعي بين الصفا والمروة، والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي، وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة، لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما، لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمين، فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة، قالت عائشة رضي الله عنها: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة، وليس لأحد تركه. وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله، وهذا ضعيف، لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة، وقد قيل إن السعي مندوب. قوله يطوف أصله يتطوف، ثم أدغمت التاء في الطاء، وهذا الطواف يراد به السعي سبعة أشواط. قوله ومن تطوع عام في أفعال البر، أو خاص في السعي بين الصفا والمروة، فيقتضي أن السعي بينهما تطوع، ويؤخذ الوجوب من السنة. أو معنى تطوع، التطوع بحج بعد حج الفريضة. قوله الذين يكتمون، اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب، التوراة هنا. اللاعنون، الملائكة والمؤمنون. وقيل المخلوقات إلا الثقلين، وقيل البهائم، لما يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق. قوله وبينوا، إنما شرط في توبتهم أن يبينوا، لأنهم كتموا. قوله والناس أجمعين هم المؤمنون، فهو عام يراد به الخصوص، لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكفار، وقيل يلعنهم جميع الناس في الآخرة. قوله خالدين فيها، أي في اللعنة، وقيل في النار. قوله ولا هم ينظرون، من أنظر إذا أخر، أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون، أو من نظر، لقوله ولا ينظر إليهم، إلا أن هذا يتعدى بإلى. قوله تعالى وإلهكم إله واحد، الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى: أحدها أنه لا ثاني له، فهو نفي للعدد، والآخر أنه لا شريك له ولا نظير، والثالث أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم. وقد فسر المراد به هنا في قوله لا إله إلا هو، واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: الأولى توحيد عامة المسلمين، وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال، فإن معرفة ذلك بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده، والتوكل عليه وحده، واطراح جميع الخلق، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحد.
أحدا سواه، إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر، ليس بيدهم شيء من الأمر، فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. والدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلا الله وحده، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة. وهذا هو الذي تسميه الصوفية مقام الفناء، بمعنى الغيبة عن الخلق، حتى إنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده، أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. هذه العبارات يا أخوة من المصنف رحمه الله تعالى من جملة ما أخذها من كلام الصوفية، وبعضها فيه إجمال وبعضها فيه نظر وبعضها صحيح في الجملة، ما فيه إشكال. فيستفصل عما يحتاج إلى توضيح وبيان، كذلك تقسيم التوحيد، توحيد العام وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، هذا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر، واستدلالا على التوحيد المذكور قبلها في قوله وإلهكم إله واحد. قوله واختلاف الليل والنهار أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر، وقيل المعنى أن أحدهما يخلف الآخر. قوله بما ينفع الناس من التجارة وغيرها، وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينها وبصفات مختلفة، فمنها ملقحة للشجر وعقيم وصر وللنصر وللهلاك. قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين، أحدهما المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبة، والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء، وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات. فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفس. ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه، بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضات.
واعلم أن سبب محبة الله معرفته، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة، وتضعف على قدر ضعف المعرفة، فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا، ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمال، فالموجب الأول الحسن والجمال، والآخر الإحسان والإجمال. فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن، والإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب، وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. وأما الإحسان فقد جوبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي والمؤمن والكافر، وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده، فهو المستحق للمحبة وحده. واعلم أن محبة الله إذا تمكن من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجد في طاعته والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستيحاش من غيره والفرار من الناس والانفراد في الخلوات وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل ما يحبه الله وكل من يحب الله وإيثار الله على كل من سواه. قال الحارث المحاسبي: المحبة ميلك إلى المحبوب، المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك، ثم موافقته سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. قوله تعالى: ولو ترى من رؤية العين، والذين ظلموا مفعول، وجواب لو محذوف، وهو العامل في أن. والتقدير: لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله، أو لعلموا أن القوة لله. وقرئ يرى بالياء، وهو على هذه القراءة من رؤية القلب. والذين ظلموا فاعل، وأن القوة مفعول، يا مفعول يرى، وجواب لو محذوف. والتقدير: لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا، أو لاستعظموا ما حل بهم. قوله تعالى: إذ تبرأ بدل من إذ يرون، أو استئناف، والعامل فيه محذوف تقديره أذكر. قوله تعالى: الذين اتبعوا هم الآلهة، أو الشياطين، أو الرؤساء من الكفار، والعموم أولى. الأسباب هنا الوصلات من الأرحام والمودات. قوله: أعمالهم حسرات، أي سيئاتهم، وقيل حسناتهم إذ لم تقبل منهم، أو ما عملوه لآلهتهم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قوله تعالى كلوا أمر محمول على الإباحة. قوله حلال حال من ما في الأرض أو مفعول بكلوا أو صفة لمفعول محذوف أي شيئا حلالا. قوله طيبة يحتمل أن يريد الحلال أو اللذيذ. خطوات الشيطان ما يأمر به وأصله من خطوة الشيء. وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء وإسكانها وهي لغتان. قوله تعالى بالسوء والفحشاء المعاصي وأن تقولوا الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة الإشراك وتحريم الحلال وكالبحيرة وغير ذلك. قوله أولو كان آباؤهم رد على قولهم بل نتبع. والآية في كفار العرب وقيل في اليهود. والمعنى أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون. فدخلت همزة الإنكار على واو الحال. قوله ومثل الذين كفروا الآية في معناها قولان. الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم. ولا بد في هذا من محذوف وفيه وجهان. أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية والتقدير مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق أن يصيح بما لا يسمع وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل معناه. والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا بيسمع. والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها. فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليها. والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع لأن الأصنام لا تسمع شيئا ويكون دعاء ونداء على هذا منقطعا أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فائدة. فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. قوله صم وما بعده راجع إلى الكفار وذلك يقوي التأويل الأول ورفعه على إضمار مبتدأ. قوله واشكروا الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون. الميتة ما مات حتف أنفه وهو عموم خص منه الحوت والجراد. وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ومنعه أبو حنيفة. ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك. وأجازه عبد الحكم دون ذلك. قوله والدم يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام. ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم. وقوله ولحم الخنزير هو حرام سواء ذكي أو لم يذك. وكذلك شحمه بإجماع. وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع له. ولذلك من حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث بخلاف العكس. قوله وما أهل به أي صيحة لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبيحة لغير الله الأصنام وشبهها. قوله اضطر بالجوع أو بالإكراه وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء.
غير باغ ولا عاد، قيل باغ على المسلمين وعاد عليهم، ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل الميتة، والمشهور عنه الترخيص له. وقيل باغ باستعمالها من غير اضطرار، وقيل باغ أي متزيد على إمساك رمقه، ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة، وقال مالك بل يشبع ويتزود. قوله تعالى فلا إثم عليه رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع، وإنما تدل الآية على الإباحة ويؤخذ الوجوب من غيرها. واختلف هل يباح له أكل الميتة والدم والخنزير أو أكل ما عدا الخنزير، واختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. قوله تعالى إن الذين يكتمون، اليهود. قوله ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار، فوضع السبب موضع المسبب. وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم. قوله ولا يكلمهم الله، عبارة عن غضبه عليهم. وقيل لا يكلمهم بما يحبونه. قوله تعالى ولا يزكيهم، لا يثني عليهم. قوله تعالى فما أصبرهم، تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. وقيل إنه استفهام، وأصبرهم بمعنى صبرهم، وهذا بعيد، وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله، لأنه استعظام خفي سببه، وذلك لا يلزم، فإنه في حق الله غير خفي السبب. قوله تعالى ذلك إشارة إلى العذاب، ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر، بأن الله الباء سببية نزل الكتاب القرآن هنا، بالحق أي بالواجب أو بالإخبار الحق أي الصادق، والباء فيه سببية أو للمصاحبة. قوله الذين اختلفوا في الكتاب، اليهود والنصارى، والكتاب على هذا التوراة والإنجيل. وقيل الذين اختلفوا العرب، والكتاب على هذا القرآن، ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين. قوله تعالى لفي شقاق بعيد، أي بعيد من الحق والاستقامة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قوله تعالى ليس البر الآية خطاب لأهل الكتاب لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى، أي إنما البر التوجه إلى الكعبة. وقيل خطاب للمؤمنين أي ليس البر الصلاة خاصة بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا، ولكن البر من آمن لا يصح أن يكون من آمن خبرا عن البر فتأويله لكن صاحب البر من آمن، أو لكن البر بر من آمن، أو يكون البر مصدرا وصف به. وقوله تعالى وآت المال صدقة التطوع وليست بالزكاة، لقوله بعد ذلك وآت الزكاة. قوله تعالى على حبه الضمير عائد على المال كقوله ويؤثرون على أنفسهم الآية، وهو الراجح من طريق المعنى وعود الضمير على الأقرب، وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان. وقيل يعود على مصدر وآتى، وقيل على الله. قوله تعالى ذوي القربى وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم، ثم اليتامى لصغرهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط فيما يتعلق بقوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأن المغرب قبلة اليهود كانوا
يصلون إلى جهة بيت المقدس، والمشرق قبلة النصارى يصلون إلى جهة المشرق. وقيل إن النصارى أخذوا ذلك من قوله عز وجل أو من فعل مريم عليها السلام إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأخذوا من ذلك قبلتهم فيتجهون إلى المشرق. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وابن السبيل الغريب وقيل الضيف والسائلين وإن كانوا غير محتاجين. بعض العلماء استشكل أن قبلة اليهود في الغرب، أن في قوله عز وجل قبل المشرق والمغرب، لأن المغرب قبلة اليهود. ووجه الاستشكال قالوا إن المسجد الأقصى يكون شمال المدينة النبوية ولا يكون غرب المدينة النبوية، فينظر ويحقق هذا الموضوع. لكن إيه على المعنى الآخر، المعنى الأول إيه، فعلى المعنى الأول خطاب لأهل الكتاب، وقيل هو خطاب للمؤمنين، أي ليس البر الصلاة خاصة بل البر جميع الأشياء المذكورة بعدها. جزاك الله خير شيخ علي. أحسن الله. قوله تعالى وفي الرقاب عتقها والموفون بعهدهم، أي العهد مع الله ومع الناس والصابرين، نصب بإضمار فعل. يعني مثل ما ذكر الشيخ علي الاستشكال وارد على هذا القول، أما على القول الآخر فما يدري أصلا الاستشكال. يعني الاستشكال على من يفسر المغرب أنها قبلة اليهود. قوله تعالى والصابرين نصب بإضمار فعل، في البأساء الفقر والضراء المرض، وحين البأس القتال. قوله صدقوا في القول والفعل والعزيمة. قوله تعالى كتب عليكم القصاص، أي شرع لكم، وليس بمعنى فرض، لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو. وقيل بمعنى فرض، أي فرض على القاتل الانقياد للقصاص، وعلى ولي المقتول ألا يتعداه إلى قتل غيره كفعل الجاهلية، وعلى الحكام التمكين من القصاص. قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية، وألا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى، إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى. ورأى قوم أن يعطي أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه، خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة. وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي، فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية، لا في الذكورية ولا في الحرية، لأنها عنده منسوخة، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية، وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، ثم كرر قوله والأنثى بالأنثى تجريدا للتأكيد، لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا. وقد يتجه قول مالك على نسخ جميعها، ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. والناسخ لها على القول بالنسخ عموم قوله النفس بالنفس، فعلى أن هذا ضعيف، لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل، فمن عفي له الآية فيها تأويلان، أحدهما أن المعنى من قتل فعوفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول أو وليه، وعوفي من العفو عن القصاص، وأصله أن يتعدى بعن، وإنما تعدى هنا باللام، لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه.
والثاني أن المعنى أن من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان، فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول وأخوه هو القاتل أو عاقلته. وقوله وعفي، وعفي بمعنى يسر كقوله خذ العفو، خذ العفو أي ما تيسر. ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى. قوله تعالى ذلك تخفيف إشارة إلى جواز أخذ الدية، لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية وإنما هو القصاص، فمن اعتدى أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية قوله عذاب أليم أي القصاص منه، وقيل عذاب الآخرة. ولكم في القصاص حياة بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل، أي أن القصاص يردع الناس عن القتل، وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث، ثم نسخها آية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين. وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ، والأول أشهر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قوله تعالى كتب عليكم الصيام أي فرض،
كما كتب، القصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم، وبقوله أياما معدودات تسهيل الصيام على المسلمين، وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة. والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقا، وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوه، أياما منصوب بالصيام أو بمحذوف، ويبعد انتصابه بتتقون. فمن كان منكم مريضا الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك. وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب، وتقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المريض والمسافر لا يصح وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان. وهذا منهم جهل بكلام العرب، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية. وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون، ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقيل يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرمي فيجوز له الفطر ويكفر بالإطعام، فلا نسخ على هذا. قوله فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، وذلك على القول بالنسخ. وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ. قوله شهر رمضان مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام. قوله تعالى أنزل فيه القرآن، قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بطول 20 سنة. وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان، وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن. قوله هدى للناس وبينات من الهدى، أي أن القرآن هدى، ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى، وذلك أن الهدى على نوعين مطلق وموصوف بالبيان. فالهدى الأول هنا على الإطلاق. وقوله وبينات من الهدى، أي وهو من الهدى المبين، فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء. قوله فمن شهد أي كان حاضرا غير مسافر. والشهر منصوب على الظرفية، اليسر والعسر على الإطلاق. وقيل اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه. قوله ولتكمل متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليسر أو عطف على اليسر. والعدة الأيام التي أفطر فيها، ولتكبروا التكبير يوم العيد أو مطلق. أجيب دعوة الداعي مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر. وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة. قوله تعالى فليستجيبوا لي، أي في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. قوله تعالى أحل لكم الآية، كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان، فجرت في ذلك قصة لعمر بن الخطاب ولصرمة بن مالك، فأحلهما الله تخفيفا على عباده. الرفث هنا الجماع، وإنما تعدى بإلى لأنه في معنى الإفضاء. قوله هن لباس لكم تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا تعليل للإباحة. قوله تختانون أنفسكم، أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان، فتاب وعفى أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم. فقوله باشروهن إباحة، ما كتب الله لكم، قيل الولد يبتغى بالجماع. وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه. قوله من الفجر بيان للخيط الأبيض لا للأسود، لأن
الفجر ليس له سواد. والخيط هنا استعارة يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر وبالخيط الأسود سواد الليل. وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى، لأن بعضهم جعل خيطا أبيضا وخيطا أسود عند وساده وأكل حتى تبين له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قوله تعالى: إلى الليل، أي إلى أول الليل، وهو غروب الشمس، فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة، ومن شكها الغربت أم لا فأفطر فعليه أيضا القضاء والكفارة، وقيل القضاء فقط. وقالت عائشة رضي الله عنها: إلى الليل يقتضي المنع من الوصال، وقد جاء ذلك في الحديث. طبعا الكفارة على مذهب مالك رحمه الله تعالى في من أفطر. وقالت عائشة رضي الله عنها: إلى الليل قالت يقتضي المنع من الوصال، وقد جاء ذلك في الحديث. قوله: ولا تباشروهن، تحريم للمباشرة حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع وما دونه، وقيل الجماع فقط. قوله: في المساجد، دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد، خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس. وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها، خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية. قوله تعالى: حدود الله، أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها. فلا تقربوها، أي لا تقاربوا مخالفتها. واستدل بعضهم به على سد الذرائع، لأن المقصود النهي عن المخالفة للحدود، لقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. أسأل الله لك شيخ، المؤلف كثيرا ما يذكر السد الذريعة على مذهب المالكية. مالك رحمه الله تعالى مشهور بهذا الدليل، وهو سد الذريعة، وإن كان جميع الأئمة يستخدمون هذا، مثل ما اشتهر عن الإمام أحمد قول الصحابي، وإن كان أئمة يقولون بقول الصحابي، لكن قد يشتهر أحد الأئمة بكثرة العناية بهذا الدليل والتوسع بالأخذ به. أحسن الله. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك. وتدل عطف على ولا تأكلوا، أو نصب بإضمار أن، وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها، والمعنى نهي عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل أموال الناس. وقيل نهي عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس، فالباء على الأول سببية وعلى الثاني للإلصاق. قوله: بالإثم، الباء سببية أو للمصاحبة. والإثم على القول الأول في تدل، وتدل إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والأيمان الكاذبة، وعلى القول الثاني الرشوة. قوله: وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنكم على الباطل، وذلك مبالغة في المعصية وجرأة، في المعصية والجرأة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه،
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب قوله تعالى يسألونك عن الأهلة سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس والهلال ليلتان من أول الشهر وقيل ثلاث ثم يقال له قمر مواقيت جمع ميقات لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس قوله وليس البر الآية كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية إعلاما أن ذلك ليس من البر وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج وقيل إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارات يراد بالبيوت المسائل وظهورها السؤال عما لا يفيد وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه البر من اتقى تأويله مثل البر من آمن قوله تعالى الذين يقاتلونكم كان القتال غير مباح في أول الإسلام ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل وذلك مقتضى هذه الآية ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله وقاتلوا المشركين كافة واقتلوهم حيث وجدتموهم فهذه الآية منسوخة وقيل إنها محكمة وأن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم والأول أرجح وأشهر قوله تعالى ولا تعتدوا أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني قوله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين والفتنة أشد من القتل أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله وقيل كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد قوله تعالى عند المسجد الحرام منسوخ بقوله حيث وجدتموهم وذلك يقوي نسخ الذين يقاتلونكم قوله تعالى فإن انتهوا أي عن الكفر فأسلموا بدليل قوله غفور رحيم وإنما يغفر للكافر إذا أسلم
قوله تعالى لا تكون فتنة أي لا يبقى دين كفر. الشهر الحرام الآية نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي قعدة، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي قعدة، أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها. والحرمات قصاص أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها، قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها. قوله تعالى فاعتدوا عليه تسمية للعقوبة باسم الذنب، أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب الأنصاري المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد، وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة، وقيل لا تقنطوا من التوبة، وقيل لا تقتحموا المهالك، والباء في بأيديكم زائدة، وقيل التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما. قال ابن عباس إتمامهما إكمال المناسك، قال علي إتمامهما أن تحرم بهما من دارك. ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة، لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء. قوله تعالى فإن أحصرتم، المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو، وقيل بالعكس وقيل هما بمعنى واحد. فقال مالك أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة، فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو. وقال الشافعي وأشهب يجب الهدي على من حصره العدو، وحمل الآية على ذلك، واستدل بنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية. وقال أبو حنيفة يجب الهدي على المحصر بعدو وبمرض. قوله تعالى فما استيسر، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، وذلك شاة. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم خطاب للمحصر بمرض عند مالك، لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محلة، أي موضع نحره، وهو مكة أو منى عند مالك. وقال الشافعي محله حيث أحصر، وقيل هو خطاب للمحصر وغيره. قوله تعالى فمن كان منكم مريضاً، الآية نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك تؤذيك هوام رأسك، فقال نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو ينسك بشاة. فمعنى الآية أن من كان الحج واضطره مرض أو قبل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر، هكذا عندكم ها في الحج، أحسن الله، في نسخة أن من كان في الحج و حتى من كان الحج يصح، أحسن الله عليكم، أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه، وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسب ما تفسر في الحديث أو تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد ووطأ النساء، وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس، ولا بد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام دونه، وهو المسمى فحوى الخطاب، وتقديرها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. قوله تعالى فإذا أمنتم، أي من المرض على قول مالك، ومن العدو على قول غيره، والمعنى إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم.
قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة. وقال عبد الله بن الزبير: التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج، فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه، ثم يحج من قابل قضاء لحجته، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات في الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل. وقيل: التمتع هو قران الحج والعمرة. قوله تعالى: فما استيسر من الهدي شاة. قوله: ثلاثة أيام في الحج، وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة، فإن فاته صام أيام التشريق. قوله: إذا رجعتم، أي إلى بلادكم أو في الطريق. تلك عشرة، فائدته بيان أن السبعة تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة، ورفع للتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة. وقيل: هو مثل الفذلكة، وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا. وقيل: كاملة في الثواب. قوله تعالى: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع. وقيل: أهل الحرم كله. وقيل: من كان دون المواقيت. وقيل: ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام، أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة. وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور قوله تعالى الحج أشهر التقدير أشهر الحج أشهر أو الحج في أشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل العشر الأول منه وينبني على ذلك من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حجة فعليه دم على القول بالعشر الأول ولا دم عليه على القول بجميع الشهر واختلف في من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر فأجازه مالك على كراهة ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذا الأشهر لذلك فكأنها كوقت الصلاة هكذا لتعيين هذه هذه هكذا أي في نسخة لتعيين هذه الأشهر لذلك فكأنها كوقت الصلاة قوله تعالى فمن فرض أي ألزم الحج نفسه فلا رفث ولا فسوق الرفث الجماع وقيل الفحش من الكلام والفسوق المعاصي والجدال المراء مطلقا وقيل المجادلة في مواقف الحج وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله قوله تعالى وتزودوا قيل احملوا زادا في السفر وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى وهو الأرجح لما بعده قوله تعالى فضلا من ربكم التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى وقرأ ابن عباس فضلا من ربكم في مواسم الحج قوله تعالى أفضتم إن دفعتم جملة واحدة من عرفات اسم علم للموقف والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف فإن فيه التعريف والتأنيث قوله تعالى المشعر الحرام المزدلفة والوقوف بها سنة قوله تعالى كما هداكم الكاف للتعليل وإن كنتم إن مخففة من الثقيلة ولذلك جاءت اللام في خبرها من قبله أي من قبل الهدى قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فيه قولان أحدهما أنه أمر للحمص وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل ويقولون نحن أهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس ومعناها أفيضوا من المزدلفة إلى منى فثم على هذا القول على بابها من الترتيب وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلا إلى كريم فإن معناها التفاوت ما بين ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها آكد قوله تعالى قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة فأمروا بذكر الله عوضا عن ذلك قوله فآتنا في الدنيا كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة قوله في الدنيا حسنة قيل العمل الصالح وقيل المال وقيل المرأة الصالحة وقوله وفي الآخرة حسنة الجنة
قوله نصيب مما كسبوا يحتمل أن تكون من سببية، أي لهم نصيب عند الله من أجل ما كسبوا من الحسنات، وأن تكون لبيان الجنس، أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها، والنصيب على هذا الثواب. قوله سريع الحساب فيه وجهان، أحدهما أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة، والآخر أن يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة، لأن الله لا يحتاج إلى عدة ولا فكرة. هكذا عندكم؟ إلى مدة، أي هكذا أضبط بالميم. أنت الصالحي، إيه على ضبط مدة، الثانية مدة، إيه عدة، أي وقت، أي عدد. وقيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. قوله تعالى: في أيام معدودات ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمار وغير ذلك. قوله تعالى: فمن تعجل، أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق، ومن تأخر، أي إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار. عليكم السلام. وأما المتعجل فقيل يترك رمي جمار اليوم الثالث، وقيل يقدمها في اليوم الثاني. قوله تعالى: فلا إثم عليه، في الموضعين قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر، وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر. قوله: لمن اتقى. أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إباحة، فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهما، فقد أبيح له ذلك من غير إثم. وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب، فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاللام متعلقة إما بالغفران أو الإباحة المفهومة من الآية. قوله تعالى: من يعجبك قوله، الآية قيل نزلت في الأخنس بن شريق، فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا، وقيل في المنافقين، وقيل عامة في كل من كان على هذه الصفة. قوله في الحياة متعلق بقوله، أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا، ويحتمل أن يتعلق بيعجبك. في قوله عز وجل: فلا إثم علي، على المعنى الثاني لأنه إخبار عن غفران الإثم، فهو كذلك دليل على أن الحاج تغفر له ذنوبه، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أحسن الله عليك. قوله تعالى: ويشهد الله، أن يقول: الله يعلم إني لصادق. قوله: ألد الخصام، شديد الخصومة، تولى، أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، وقيل صار واليا. قوله تعالى: ويهلك الحرث والنسل، على القول بأنها في الأخنس، فإهلاك الحرث حرقه للزرع، وإهلاك النسل قتله للدواب. وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغة في الفساد، وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني آدم، فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. قوله تعالى: أخذته العزة بالإثم، المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا، والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع. وقال الزمخشري: هي كقولك أخذ الأمير الناس بكذا، أي ألزمهم إياه، فالمعنى حملته العزة على الإثم. قوله تعالى: من يشري نفسه، أي يبيعها، قيل نزلت في صهيب، وقيل على العموم، وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد، وقيل في تغيير المنكر، وأن الذي قبلها في من غير عليه فلم ينزجر.
قوله تعالى السلم بفتح السين المسالمة، والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية، فالأمر على هذا لأهل الكتاب، وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة، وقيل هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين. فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام، وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا، فالمعنى على هذا ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه. ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه أو الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي. قوله كافة عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام. قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم تهديد لمن زل بعد البيان. قوله تعالى هل ينظرون أي ينتظرون. يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهي عند السلف الصالح ومن تبعهم من المتشابه، فيجب الإيمان بها من غير تكييف. ويحتمل ألا تكون من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم، كقولهم لولا يكلمنا الله. والتعبير بالتشابه في آيات الصفات غير صحيح. آيات الصفات واضحة محكمة، مجيء الله عز وجل، مجيئه، اتيانه، سمعه، بصره، يده، واضحة بينة، لا اشتباه فيها ولا اشكال. التفويض هو في الكيفية، لكن المعنى الذي يكون في الذهن فهو واضح في صفات الله عز وجل، فلا يقال عن آيات الصفات انها من المتشابه. أحسن الله عليك. قوله تعالى في ظلل جمع ظلة، وهو ما علاك من فوق. والعجيب في الشاعر وغيرهم أنهم ينسبون القول بإثبات الصفات، ينسبونه إلى من؟ محمد. إلى السلف. فسبحان الله، يعني هل فهوم المتأخرين تكون أحسن وأدرك من فهم السلف؟ لا نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف من الصحابة والتابعين، فسبحان الله. أحسن الله. قوله في ظلل جمع ظلة، وهو ما علاك من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه. قوله الغمام السحاب، وقضي الأمر فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله تعالى: سل بني إسرائيل، على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم. قوله تعالى: من آية معجزات موسى أو الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: ومن يبدل وعيد. ويسخرون، كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب، والذين اتقوا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم فوقهم، أي أحسن حالا منهم. ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء. يرزق من يشاء إن أراد في الآخرة، فمن كناية عن المؤمنين. والمعنى رد على الكفار، أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة. وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن تكون من كناية عن المؤمنين، أي سيرزقهم، ففيه وعد لهم، أو وأن تكون كناية عن الكافرين، أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. قوله تعالى: بغير حساب، إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق، أو من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه، وإن كان للكفار فمن غير تضييق. قوله تعالى: أمة واحدة، أي متفقين في الدين. قيل كفار في زمان نوح عليه السلام، وقيل مؤمنون ما بين آدم ونوح، أو من كان مع نوح في السفينة، وعلى ذلك يقدر، فاختلفوا بعد اتفاقهم. ويدل عليه: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قوله تعالى: الكتاب، هنا جنس، أو مع كل نبي كتابه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم، وقال الزمخشري: يعود على الحق. وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب، والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاء جاءتهم البينات. قوله: بغيا، أي حسدا أو عدوانا، وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. فهدى الله الذين آمنوا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا فيه، أي للحق فيما اختلفوا فيه. فما بمعنى الذي، وقبلها مضاف محذوف. والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الأديان، فهدى الله المؤمنين لدين الحق. وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق. ومن، في قوله من الحق لبيان الجنس، أي جنس ما وقعوا فيه من الخلاف. قوله تعالى: بإذنه، قيل بعلمه وقيل بأمره. قوله تعالى: أم حسبتم، خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. ولما يأتكم، أي لا تدخلون الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. مثل الذين، أي حالهم، وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به. أحسن الله لكم. مثل الذين، قوله تعالى: مثل الذين، أي حالهم، وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. قوله تعالى: وزلزلوا، بالتخويف والشدائد. قوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا: متى نصر الله؟
أو أن يكون إخبارا مستأنفا. وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله. قوله تعالى فللوالدين والأقربين إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ، والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ. وقدم في الترتيب الأهم فالأهم. وورد السؤال عن المنفق والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير. قوله تعالى كتب عليكم القتال إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخ. قوله كره مصدر كره للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز. وعس قوله وعسى أن تكرهوا حض على القتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قوله تعالى الشهر الحرام جنس وهي أربعة أشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قوله تعالى قتال فيه بدل من الشهر وهو مقصود السؤال. قوله تعالى قل قتال فيه كبير أي ممنوع ثم نسخه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة. ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم فإن التقدير قاتلوا فيها ويدلها عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته حسب ما استقر في الشرع فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. قوله تعالى وصد عن سبيل الله ابتداء وما بعده معطوف عليه
وأكبر عند الله خبر الجميع، أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين في سرية عبد الله بن جحش حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل إنه ظنه آخر يوم من جمادى. قوله تعالى: والمسجد، عطف على سبيل الله. قوله: حتى يردوكم، قال الزمخشري: حتى هنا للتعليل. قوله تعالى: فأولئك حبطت أعمالهم، ذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله: فيمت وهو كافر. وأجاب المالكية بأن قوله: حبطت أعمالهم، جزاء على الردة، وقوله: أصحاب النار هم فيها خالدون، جزاء على الموت على الكفر، وفي ذلك نظر. قوله تعالى: إن الذين آمنوا، الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه. الخمر، كل مسكر من العنب وغيره. والميسر، القمار. وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما. وروي أن السائل عنهما كان حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قوله: إثم كبير، نص في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. ومنافع في الخمر التلذذ والطرب، وفي القمار الاكتساب به، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس: المنافع قبل التحريم والإثم بعده. قوله: وإثمهما أكبر، تغليب للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم. قوله تعالى: قل العفو، أي السهل من غير مشقة. وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ماذا مركبا مفعولا بينفقون. وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره. عندكم مشاكلة، نسخة مشاكلة السؤال، في نسخ ما فيها مشاكلة، لأن هنا في هذه الطبعة أشار في الحاشية قال: سقط من باء وجيم وهاء، كأن السقط أنسب. صحيح. وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره، بالعكس ربما وضعت سهوة من الكاتب، لأن الأولى هي اللي حصل فيها المشاكلة، الثانية ما حصل فيها مشاكلة للسؤال، إنما هي جملة استئنافية وليست مشاكلة للسؤال. يعني كأن الأصح هي التي لم تثبت مشاكلة للسؤال وليس سقطا، لكن هي الأصح، إنما الإضافة هي الخطأ، والله أعلم. بس يا شيخ، إذا أسقطنا الإضافة ما يذكر، ما تذكر قراءة أبي عمرو. لماذا؟ لأن السقط من البداية يا شيخ. لا لا، السقط فقط في مشاكلة للسؤال. يا شيخ، هو وضع بين قوسين من قوله على أن يكون ماذا إلى مشاكلة للسؤال. على أن يكون ماذا؟ يعني كأن الله أعلم السقط ليس من الأول، فقط في مشاكلة للسؤال هي المشكلة في الإضافة، أما البقية ما في إشكال. ثم يحتاج يعني نظر في هل في جميع هذه النسخ السقط من هذا الموضع إلى هذا الموضع، ولا هو جمع، لأن كأنها الأقرب أن يقال على أن يكون ماذا مركبا مفعولا بينفقون، وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء على أن يكون ما مبتدا وذا خبر، فقط يكون مشاكلة للسؤال هي اللي ما
مقحمة حامها غير مناسب. والله أعلم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في أمرهما. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، رحمك الله، فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة فلم تأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة، لأنها على قراءة النصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال. ماذا ينفقون؟ ينفقون العفو، ينفقون العفو، لكن في الثانية مستأنفة، ما فيه فعل مقدر. قوله تعالى: والله يعلم، تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى. قوله: لأعنتكم، لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. قال ابن عباس: لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. قوله تعالى: ولا تنكحوا، أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطء والعقد. المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة، فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ، خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات. ونزلت الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة. قوله تعالى: ولأمة مؤمنة، أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة. وقيل: أمة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة. قوله تعالى: ولو أعجبتكم، في الجمال والمال وغير ذلك. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوهم نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ولا تنكحوا المشركين، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. قوله تعالى: ولا عبد، أي عبد لله، وقيل مملوك. قوله تعالى: أولئك المشركات والمشركون، يدعون إلى النار، إلى الكفر الموجب للنار. قوله تعالى: بإذنه، أي بإرادته أو علمه. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر،
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ قوله تعالى هو أذى مستقدر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض، فاعتزلوا النساء أي اجتنبوا جماعهن. وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها. قوله تعالى حتى يطهرن أي ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء. وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل، وقرئ حتى يطهرن بالتشديد، ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك. في قوله عز وجل هو أذى كذلك دليل على النهي عن إتيان النساء في المحل المكروه، لأنه إذا نهي عن إتيانها في الأذى العارض فالأذى اللازم من باب أولى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. أحسن الله عليكم. قوله تعالى من حيث أمركم قبول المرأة، قوله تعالى التوابين من الذنوب، المتطهرين بالماء أو من الذنوب، قوله تعالى حرث لكم أي موضع حرث، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع، أن شئتم أي كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم، لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبر، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال إنما الحرث في موضع الزرع. قوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي الأعمال الصالحة، عرضة لأيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله فتبتدلوا اسمه، وأن تبروا على هذا علة للنهي فهو مفعول من أجله أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا، وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون يمين. قوله فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه، والعرضة على هذين القولين كقولك فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له، وقيل عرضة مانع من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذا، أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى، ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق ألا ينفق على مصطح، فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة لأنها بمعنى مانع. قوله باللغو الساقط، وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي، وقيل أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة، وقال ابن عباس اللغو الحلف حين الغضب، وقيل اللغو اليمين على المعصية، والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة. قوله تعالى بما كسبت قلوبكم أي قصدت، فهو خلاف اللغو، وقال ابن عباس هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. قوله تعالى يؤلون من نسائهم يحلفون على ترك وطئهن، وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن، ويدخل في عموم قوله للذين كل حالف حرا كان أو عبدا، إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي، ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحلف بالله، ووجهه أنها اليمين الشرعية،
ولا يكون مؤليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدا. فإذا انقضت 4 أشهر وقف المؤلي عند مالك والشافعي، فإما فاء وإلا طلق، فإن أبى طلق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة: إذا انقضت 4 أشهر وقع الطلاق دون توقيف، ولفظ الآية يحتمل القولين. قوله تعالى: فإن فاءوا رجعوا إلى الوطئ وكفروا عن اليمين. قوله تعالى: غفور رحيم، أي يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. قوله تعالى: عزم الطلاق، العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية، فيطلق عليه الحاكم. وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي 4 أشهر. والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك، بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، بيان للعدة، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة والصغيرة بقوله: واللائي يئسن من المحيض، الآية، والتي لم يدخل بها بقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيبقى حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض. وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرأين، ويتربصن خبر بمعنى الأمر. قوله تعالى: 3 قروء، انتصب 3 على أنه مفعول به، هكذا قال الزمخشري. وقروء جمع قرء، وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في 3، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة: الأقراء هي الأطهار. وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة 3 إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها. قوله تعالى: ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل والحيض. وبعولتهن جمع بعل، وهو هنا الزوج، في ذلك أي في زمان العدة. قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشرة، درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده. نقف عند الربع. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله
واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله تعالى الطلاق مرتان بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة. قوله تعالى فإمساك ارتجاع، وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر، بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق. أو تسريح، هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه بإحسان المتعة. وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد، لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارا أو طلقة رابعة لا معنى لها. قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا، الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتكت به امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فدعاه فطلقها على ذلك. وحكمها على العموم، وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية، وهي الخلع، وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، فأجازها مالك وغيره لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية، ومنعها قوم لقوله في هذه الآية إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا، فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. الثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية. والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية. وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله وإن أردتم استبدال زوج الآية، وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة. قوله تعالى فإن خفتم خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر، فإن طلقها هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان. قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطن، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع. وإنما يحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه، والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح. وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة، والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له. وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد. قوله تعالى فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول أن يقيما حدود الله أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية.
وإذا طلقتم النساء الآية خطاب للأزواج، وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك. ومعنى فبلغن أجلهن في هذا الموضع قاربن انقضاء العدة، وليس المراد انقضاؤها، لأنه ليس بيده إمساك حينئذ. ومعنى فأمسكوهن راجعوهن. وبمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء الآية، هذه الأخرى خطاب للآية هذه الأخرى خطاب للأولياء، وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة. وفلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي نزلت في معقل بن يسار كان له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها. وقيل نزلت في جابر بن عبد الله، وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر وقال تركتها وأنت أملك بها، لا زوجتكها أبدا، فنزلت الآية. وبالمعروف هنا الصداق وقيل الإشهاد. وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته خلافا لأبي حنيفة. قوله تعالى ذلك يوعظ به خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد على حدته، ولذلك وحد ضمير الخطاب. ذلكم أزكى خطاب للمؤمنين، والإشارة إلى ترك العضل. ومعنى أزكى أطيب للنفس، ومعنى وأطهر للدين والعرض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.